بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم ورمضان كريم. واولى محاضرات ماده تكنولوجيا الاتصال. ماده تكنولوجيا الاتصال في المقام الاول خلينا نتكلم عن اهم المراحل اللي مرت بيها فكره تكنولوجيا الاتصال على مر العصور. طيب، اجمع اغلب الباحثين على ان المراحل التي مرت بها تكنولوجيا الاتصال عبر العصور المختلفه تتمثل في المرحله اللي هنتكلم عليها دلوقتي. اول مرحله، مرحله الشفهيه. المرحله الشفهيه هي مرحله ما قبل التعلم، وكانت الوسيله للاتصال الرئيسيه فيها هي الكلمه المنطوقه. يعني مرحله شفهيه زي ما جاي من اسمها، جاي من شفاه الكلام، يبقى اذا الوسيله للاتصال الرئيسيه فيها كانت الكلمه المنطوقه. طب والحاسه الاساسيه فيها هي حاسه السمع، ونتيجة لذلك اقترب الناس من بعضهم البعض واتسموا بالعاطفية، وكانت الشائعة هي أول شكل من أشكال الإعلام والاتصال. يعني مثلا يقولوا إيه ده بيقولوا كذا، دي بقى تطلع إشاعة، في جزء منها إشاعة، المهم بيتكلموا من خبر عن طريق هذه الطريقة، واتسموا وقتها بالعاطفية. تمام، حيث كانت الأخبار تنتقل من الفم إلى الأذن، وبانتقالها كانت تحور أو تضخم، بل كانت تغير وتشوه في بعض الأحيان بحيث تضيع حقيقتها في أحيان كثيرة. ليه؟ لأنها شائعة أو معتمدة على الكلام، الكلام من شخص لشخص، كل واحد بيضيف جزئية لحد ما تشوه الحقيقة أو تحوط أو تتقلب شائعة. وإزاء هذه المرحلة الأولى من مراحل الاتصال، يمكن التأكيد على أن ذكاء الإنسان قد ساعده على استخدام الأدوات المتاحة بما يتماشى مع مصالحه واحتياجاته مرحلية، التي ساعدت في التواصل والتعاون في المحيط الطبيعي للتجمع الإنساني. ومن بين هذه الأدوات نذكر الطبول والرموز والرسومات. يبقى تعلمنا إن في المرحلة الأولى لمراحل تكنولوجيا الاتصال كانت الشفهية، الناس كانوا بيتواصلوا منذ بدء الخليقة عن طريق الكلام. إذا الكلمة المنطوقة هي الوسيلة الأساسية، وحاسة السمع هي الحاسة الأساسية، وكانت الإعلام وقتها كان يعتبر شائع، بيقولوا كذا ونتأكد من الخبر. تمام، وتم استخدام بعض الأدوات المساعدة زي الطبول والرموز والرسومات. المرحلة الثانية ما يسمى بالمرحلة الكتابية، فيها الإنسان عرف اللغة المكتوبة، واتطورت من رسوم المباشرة زي اللغة الهيروغليفية التي كانت على الكهوف والحجارة إلى الكتابة المسمارية ثم المقطعية، في نوع من الكتابة اسمه المسمارية، وطلع كتابة نسمة المقطعية، إلى أن اخترع الفينيقيون ما يسمى بالحروف الأبجدية اللي احنا بقى عارفينها، وأصبحت حاسة البصر هي الحاسة الرئيسية. وأضافت الكتابة في هذه المرحلة ما يسمى بالدوام، صفة الدوام على الكلمة المنطوقة. يعني الكلمة كل ما صاحبها عايش يقدر يقولها كذا مرة، يقدر يعبر عن أفكاره عن طريق الكلمة. طب صاحبها مات، خلاص انتهى. لكن المرحلة الثانية لما دخلت الكتابة بقى كل حد بيقول اي حاجه بنقدر ندونها، فاذا الشخص ده عايش او مات احنا محافظين على الفكر بتاعه او على علومه او على كلامه. تمام، وحافظت هذه المرحله على اهم رسائل الجماعه مما كفل لها الوجود المستمر، وظهرت الكتب المنسوخه وما يسمى بمهنه الوراقه ودور حفظ الكتب. الوراقه دي احنا زي ما بننسخ الايه الكتب، يحضرها مطبعه مصوره، وقتها زي ما كانوا ايه في حد بينسخ الكتب او ما يسمى بهنة الوراقة. وازدهر الخبر المخطوط كوسيلة إعلامية، وشكلت عمليات بيع وتجارة مبتهلة. في المرحلة الثالثة اتطورنا أكثر، دخلنا فيما يسمى بالمرحلة الطباعية، يعني الطباعة، وفيها عرف الإنسان الطباعة، ويعود الصفقة أيضا برضو لمين؟ الفينيقيين. عملوا إيه بقى؟ كان ليهم الفضل إنهم اخترعوا الورق، وكان ليهم الفضل إنهم اتطوروا للطباعة. الطباعة على إيه؟ كان أول الأمر على القوالب الخشبية ثم الفخار. وكان في حد معروف اسمه يوحنا جوتنبرغ، اخترع الرجل ده الحروف الطباعية المسبوكة من المعدن. يعني يعملوا كل حرف على معدن مسبوك كده، سبيكة معدن بحرف كل كلمة، واللي يحصل إيه لما يجي يطبع الكلام بيكون الحروف دي ويطبع. كان الكلام ده سنة كام؟ 1445 ميلادي. وبعدها انتشرت الطباعة في أوروبا ومنها إلى العالم كله. وكان اختراع الطباعة بداية للنشر الجماهير للكتب والجرائد والمجلات، مما حقق ديمقراطية الإعلام و
الثقافة واتنقلت من احتكار العلماء والحكام إلى الجماهير العادية. يبقى الثقافة وقتها والعلوم بدأت كمان تنتشر في الجمهور العادي. ساعد انتشار المطبوعة أو الطباعة أيضا على نشر الفردية، لأن شجعت كوسيلة اتصال وكأداة شخصية للتعليم المبادرة والاعتماد على الذات. يبقى احنا كده عايزين نقول ان كمان مش بس العلوم انتقلت من الحكام والملوك او العلماء والملوك الى الجمهور العادي، لا ده كمان بقى فيه تم استخدامها كوسيله اتصال زي المراسلات والبريد والى ما اخره. ولكنه ايضا ساهم لعزله البشر واخرجهم من الاطار الجمعي. وتعد هذه المرحله الاتصاليه بمثابه المرحله الاولى والحاسمه لنشاه الثقافه التقنيه التي عرفتها الانسانيه. دخلت الدور الاله، لأن الدور الذي قامت به في توزيع الفكر والمعرفة يعد دورا حيويا خاصة في جانب الحفاظ على التراكم العلمي البشري. المرحلة الرابعة من مراحل تكنولوجيا الاتصال وتطورها المرحلة الإلكترونية. هي مرحلة بدأت في منتصف القرن الـ19 واستمرت حتى أوائل التسعينيات من القرن الـ20. إيه اللي حصل فيها؟ بدأت بتجارب واكتشافات واختراعات في الاتصالات السلكية واللاسلكية، وانتهت بالاستقرار والانتشار للأجهزة الاتصالية الجماهيرية التي شكلت لب الثورة الاتصالية. ويطلق أيضا على هذه المرحلة مسميات أخرى زي الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو الثورة الاتصالية، أو الانفجار الاتصالي، أو مرحلة الدوائر الإلكترونية. شهدت تلك المرحلة أيضا الإرسال التلفزيوني المستعد بالأقمار الصناعية بشكل غير مباشر ثم مباشر بعد ذلك، وتوظيف ما يسمى بأشعة الليزر والفايبر اوبتكس او الالياف البصريه. وخلال تلك الفتره لا يمكن اخفال الفيديو كاست والفيديو ديسك وحاجه اسمها الفاكساميلي والاسطوانات المدمجه اللي هي كومباكت ديسك اللي هي السي دي. وخلال تلك المرحله ظهرت الحاسبات الالكترونيه وتطورت جيلا بعد جيل، الامر الذي ادى الى ظهور ما يسمى بالشبكه العنكبوتيه او شبكه الانترنت الدوليه اللي هي WWW او World Wide Web. آخر مرحلة من مراحل تكنولوجيا الاتصال حتى الآن أو حتى هذه اللحظة هي المرحلة الخامسة، اللي هي اسمها المرحلة التفاعلية أو الانتراكتيفيتي. تمام، إيه هي بقى؟ بدأت هذه المرحلة في منتصف التسعينيات وما زالت مستمرة حتى الآن، وتتسم تلك المرحلة التكنولوجية الاتصالية بالمزج بين أكثر من وسيلة لتحقيق الهدف النهائي، وهو توصيل الرسالة الاتصالية إلى الجمهور المستهدف. ويطلق البعض على تلك المرحلة مرحلة تكنولوجيا الوسائط المتعددة أو المالتي ميديا، أو تكنولوجيا الاتصال التفاعلي Interactive Communication، أو تكنولوجيا الوسائط الفائقة هايبر ميديا. والمنتجات الأساسية لنمو هذه المرحلة وتطورها هي الحاسبات الإلكترونية الكمبيوتر في جيلها الخامس، المتضمن ما يسمى بالـ AI أو الـ Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي، والألياف الضوئية زي ما قلنا هي Fiber Optics وأشعة الليزر والأقمار الصناعية. يمكن القول أن أبرز ملامح المرحلة الخامسة اللي بنعيشها دلوقتي هي ظهور اندماج الوسائط أو وسائل إيصال المعلومات. ما بقاش فيها فوارق، بمعنى إيه؟ يعني ممكن عن طريق الموبايل تتفرج على التلفزيون، ممكن عن طريق التلفزيون تبعت إيميل، ممكن عن طريق التلاجة دلوقتي مثلا تخش على النت. يعني اللي عايزين نقوله ان في ما بقاش الراديو بيقوم بدوره، ما بقاش التلفزيون بيقوم بدوره الوحيد، لا بقى في تداخل وذابت الفوارق بينهم. شكرا ونتقابل في المحاضرة الجاية.